عن الأسرة. الأسير طارق قبها من بلدة عبد قضاء جنين في 15 من أكتوبر تم دخول قوات الاحتلال إلى بيته وتدميره وتنكيله بمحتوياته، حيث تم اعتقاله وتحويله إلى الاعتقال الإداري. فها هو شعبنا، شعب فلسطين الجبار الذي يعاني من المآسي والحروب. فهيا بنا ندعو إلى أسرانا البواسل، اللهم أنهم أهلنا قد ظلموا بغير حق وأخرجوا من ديارهم بغير حق ومنعوا الصلاة في مسجدك المقدس. اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردهم إلى ديارهم ومسجدهم سالمين آمنين. اللهم فك أسر المظلومين وكن لهم نصيرا ومعينا. اللهم باسمك الأعظم أطرحنا بخروج أسرانا يا الله. اللهم آمين آمين. شكرا.